السلام عليكم، معكم ممرض عامر عياصر. إن شاء الله بهذا الفيديو راح نتكلم عن مشكلة صحية شائعة وبشكي منها عدد كبير من الناس، اللي هي مشكلة النسور الشرجي. تعتبر يعني مشكلة النسور الشرجي من أكثر المشاكل اللي بتراجع عيادات الجراحة بشكل يومي، ومن أكثر العمليات اللي بيتم إجراها بالمستشفيات بشكل يومي. والنسور الشرجي يعني تعريفه بكل بساطة زي ما هو مبين بالصورة. طبعا النسور الشرجي عبارة عن قناة غير طبيعية. القناة هاي يعني بدايتها بتكون بالقناة الشرجية وبتنتهي يعني بالجلد بالقرب من فتحة الشرج. فالنسور الشرجي يعني تعريفه بكل بساطة عبارة عن قناة غير طبيعية. القناة بتكون بدايتها بالقناة الشرجية وبتنتهي بالجلد بالقرب يعني من فتحة الشرج. والنسور فيه ليه نوعين، أول شيء يعني النسور البسيط. النسور البسيط عبارة عن قناة واحدة، كل يعني ما كانت فتحة القناة قريبة من الشرج كل ما كان يعني النسور أبسط والمشكلة كانت أبسط. النوع الثاني من النسور اللي هو النسور المعقد. النسور المعقد يعني عبارة عن عدة قنوات، بيكون يعني فيه تشعبات أو عدة قنوات. أيضا النسور المعقد بيكون يعني عميق، بيكون يعني مخترق عضلات الشرج وبتكون يعني نهايته بعيدة عن فتحة الشرج. وطبعا يعني النسور مش شرط يعني تكون الفتحة الخارجية ظاهرة للعين، ممكن يعني تكون الفتحة الخارجية غير ظاهرة، والطبيب يعني يحتاج لعمل فحوصات تصوير يعني بالأشعة الرنين المغناطيسي أو بالأشعة الطبقية تصوير الطبقي أو بالأمواج فوق الصوتية عشان الطبيب يقدر يحدد القنوات اللي عاملها الناسور، القنوات والتشعبات اللي عاملها الناسور. طبعا المريض المصاب بالناسور راح يعاني من عدة أعراض، أشهرها ألم ثابت بيجي على شكل نبض، الألم يعني بيزداد أثناء التبرز. أيضا المريض بيعاني من خروج إفرازات صديدية ودموية من منطقة الشرج أو من فتحات الناسور. أيضا المريض بيعاني من نزول نقط دم مع البراز. أيضا المريض بيعاني من تورم في منطقة الشرج. تقريبا يعني هاي أشهر الأعراض اللي بيعاني منها المريض المصاب بالناسور. وطبعا يعني قناة الناسور ممكن يعني تتسبب بخروج الغازات أو البراز أو يعني إفرازات صديدية من غير يعني قدرة المريض على التحكم بهذا الإشي. طبعا بالنسبة للأسباب اللي ممكن تؤدي إلى ظهور الناسور اللي هو الخراج الشرجي، يعني يعتبر الخراج الشرجي من أشهر الأسباب اللي ممكن تؤدي إلى الناسور. والخراج الشرجي يعني عبارة عن التهاب بكتيري بصيب الغدد الموجودة بالقناة الشرجية، وهذا الشيء بيؤدي إلى امتلاءها بالقيح والصديد. طبعا يعني الغدد لما تنفجر ويخرج منها القيح والصديد، مكان الغدد ممكن يتطور ويحصل في مكانه ناسور شرجي. طبعا بالنسبة لعلاج الناسور الشرجي يكاد يعني يكون الحل الجراحي الحل الوحيد لحل مشكلة الناسور الشرجي. طبعا بالنسبة للعمليات الجراحية بيتم عملها من خلال يعني تخدير كامل، ومن خلال العملية يعني بيتم استئصال القناة، بيتم استئصال الناسور اللي هي القناة، يتم استئصالها بالكامل والأنسجة المحيطة بها، أو من خلال عمل توسيع للفتحة الخارجية للناسور للقناة، وعمل يعني شق طولي وتوسيع للقناة وترك يعني حتى تلتئم. لكن يعني بالنسبة للناسور المعقد، الناسور يعني اللي بيكون متشعب وبكون يعني عميق، بيكون يعني مخترق العضلات، ممكن يعني الطبيب يحتاج لعمل قطع بالعضلة العاصرة بمنطقة الشرج. طبعا بعد عملية إزالة الناسور يعني المريض بحاجة إلى وقت حتى يلتئم الناسور، والمريض راح يظل يعني يعمل غيارات وتعقيم لمنطقة الناسور. الطبيب يعني راح يطلب المريض يظل يعمل مغاطس مي دافية لأنه يعني ممكن حتى الألم يظل مستمر، والمريض يعني راح يظل يعمل غيارات بشكل مستمر لمنطقة الناسور. والطبيب راح يكتب للمريض بعض الأدوية مثل الأدوية المضادة للالتهابات والأدوية المسكنة. أيضا الطبيب راح يكتب للمريض أدوية ملينة للتخفيف يعني من الآلام أثناء التبرز. طبعا عملية الناسور يعني ممكن يحصل فيها بعض المضاعفات، 20% من المرضى اللي بيعملوا عملية الناسور ممكن يعني الناسور يرجع يتكرر من جديد. أيضا يعني من المضاعفات اللي ممكن تحصل من عملية الناسور ممكن يعني العضلة العاصرة، عضلة الشرج العاصرة تتضرر، والمريض يعني يفقد القدرة على التحكم بالبراز. أيضا يعني من المضاعفات الشائعة العملية ممكن يعني بعد العملية الآلام والالتهاب يستمر لفترة طويلة بالرغم من أن المريض يعني بياخذ أدوية مضادة للالتهابات وبرغم أنه بيعمل غيارات بشكل مستمر، لكن يعني ممكن الألم والالتهاب يستمر لفترة طويلة. أيضا يعني في طرق يعني طبيعية للتخلص من الناسور، عن طريق يعني إغلاق الناسور، عن طريق يعني حقنه بمادة غروية، مادة اسمها الفايبرين، بتم يعني حقنها داخل قناة الناسور وبتم إغلاقه. لكن يعني بواسطة هاي الطريقة المريض بحاجة لوقت طويل حتى يحصل عنده الشفاء، يعني المدة بتتعدى السنة، من سنة لسنة ونص حتى يحصل الشفاء.
أيضا يعني في احتمالية كبيرة لتكرار الناسور من جديد تصل لغاية 80%، وعادة يعني هاي الطرق ممكن يستخدمها الطبيب حتى يعني يحمي عضلات الشرج، لأن عضلات الشرج ممكن تتأثر من خلال العملية. تقريبا احنا هيك تكلمنا عن معظم المعلومات المتعلقة بالناسور الشرجي، الأسباب والأعراض والعلاج. إن شاء الله يعني تكونوا استفدتم من المعلومات الموجودة بهذا الفيديو. وبالنهاية لا تنسوا تدعموا الفيديو بلايك، تضغطوا على زر اللايك، تشتركوا معنا بالقناة، برضو يعني لا تنسوا تفعيل الجرس حتى يصلكوا كل جديد. كثير مهم يعني تضغطوا على الجرس عشان يصلكوا كل جديد. وإذا عندكم أي سؤال أو استفسار اكتبوا لنا إياه أسفل الفيديو. نتمنى لكم الصحة والسلامة ويعطيكم العافية.